حيث لا يوجد مجال للتعويض، بات المنتخب المغربي يقف ويناظر الكأس الإفريقية التي تسكن خزائنه منذ عام 2016 من أجل الاحتفاظ بها 4 سنوات إضافية عليه تجاوز عقبة المنتخب المصري المجرب الذي كان طرفا في جميع المباريات النهائية السابقة منذ عام 1996 تاريخ إحداث المسابقة. خبرة المصريين يقابلها طموح المنتخب المغربي الذي يبحث عن تأكيد قوته قاريا وأحقيته بوصف بطل إفريقيا. هشام الدقيق الناخب المغربي يتحدث. المباراة غادي تكون صعيبة صراحة لما يتوفر عليه المنتخب المصري من لاعبين متمرسين وكما أشرنا عليه طاقم كذلك متمرس، هادو من النهاية تكونوا بحال هذا الشكل هذا، ولكن احنا غادي نكونوا إن شاء الله في المستوى ونتمنى أن الظروف تكون صالحة. نجوم المنتخب المغربي يعولون أيضا على الدعم الجماهيري الكبير الذي تعودوه من جمهور مدينة العيون خلال المباريات السابقة. هشام الدقيق يقول بخصوص الجمهور: كنتمنى من الجمهور أنه يساندنا في يوم المباراة كما ساندنا في هذه البطولة كاملة، والجمهور المغربي كذلك تهو ساعدنا ويتبعنا بالدعوات ديالنا. إذن هو موعد تاريخي من أجل إبقاء الكأس مدينة العيون وتتويج بطولة مميزة على جميع الأصعدة. من العيون لميديا يوسف شاطر.